نفسك. يا مالها، انت بتتكلمي عربي؟ معلش معلش. يا حلاوة، أول مرة تتكلم عربي. يلا امسكي بقى الشاي واشربي. امسكي، مالك يا أختي بقى؟ قوليلي. متضايقة أوي أوي. دي يا فندم الصفحة الرياضية، ومن ساعة ما فتحنا باب الشكاوي فيها ومليون واحد شايفين نفسهم موهوبين وعايزين أي فرصة في نادي عشان يتمرنوا فيه. وانا يا فندم فكرت في صالون مدام الهام اللي حضرتك حكيت لنا عنه. هي ما بتشوفش لعيب الكره. ودي يا فندم بقى الصفحه الفنيه، البلد كلها يا عايزه تغني يا عايزه تمثل. عشان كده يا فندم فضلت اعمل ريبورتاج مع نجوم شباب بقالهم اكتر من 19 سنه بيمثلوا والناس ما عرفتهمش لحد ما جات لهم الفرصه وتعرفوا. اصلهم فاكرين يا فندم انها سهله، بين يوم وليله كده ممكن يصبحوا نجوم. ودي يا فندم اخبار مترجمه من مجلات اجنبيه. على فكره بقى الصفحه دي عليها اقبال جامد جدا. على فكره يا فندم انا ساعدتها في الصفحه دي. انا اذنك يا جماعه دي واحده. طب صباح الخير. صباح الخير يا سناء هانم. هو الدكتور محمود مش موجود ولا ايه؟ انا بكلمه في التليفون ما بيردش، الموبايل بتاعه مقفول. دكتور محمود مسافر، هو ما قالش لحضرتك؟ لا. مسافر فين؟ مؤتمر في الخارج، بس مش هيغيب، هما يومين اتنين. هو هيرجع امتى بالظبط؟ غالبا بالليل او بكره الصبح بالكتير. طب متشكره قوي. الو. ايوه انتوا فين؟ انا عند طارق مستنيه في الجنينه، هيخلص لبس واخده ونخرج على طول. ها هتعملوا انتوا ايه بقى؟ انا هقعد اذاكر شويه، خليها بكره، الوقت متاخر قوي. يا ماجد. ماجد ميرسي قوي على كل حاجه عملتها عشاني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا بتشكريني عليا، انا ما عملتش حاجه. ايه، انا دايما عايز اكلمك بس ممكن تقولي يعني بتقل؟ طيب طيب انا هكلمكوا تاني. اوكي سلام. ايه بتكلم مين؟ ساره. نوره كانت معاها؟ ما سالتهاش حقيقه يعني. طب هنروح فين؟ انا مش طايق روحي. انت فاهم كويس قوي احنا بنتكلم عن ايه يا هشام؟ انت عايز منها ايه بالظبط؟ صراحه انا مش فاهم انتوا عايزين مني انا ايه بالظبط. عايزين زي ما نهيت علاقتك بساره تنهي كل حاجه خاصه بيها. ما انا عملت كده. ولما انت عملت كده خلاص سايب صورها ليه على الموبايل بتاعك؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ نوره ما تقصدش، هو الموضوع شكله فيه حاجه مش مفهومه. انا قلت مش ممكن هشام هيساوم ساره على حاجه زي كده، ومش ممكن الصور دي تبقى عنده ويفرجها لحد. بص يا امي، انا علاقتي بساره خلاص انتهت. مصورها بقى على الموبايل مش مصورها ما تفرقش. لا تفرق كتير وليها ضرر كمان. اه خلاص مش مصورها، والصور اللي عندي مسحتها. امال قلت لها كده ليه؟ بغيظها بضايقها. اوكي تسمح بقى توريني الموبايل بتاعك؟ لا طبعا ما اسمحش. نورا مش بتشك فيك ولا حاجه يا هشام، بس عايزه تشوف عشان نطمن ونطمن ساره. انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع قوي كده ليه. انا شخصيا لو حد بعت صور المليون حته ولا يفرق معايا. الكمبيوتر بقى راكب صور على صور وناس على ناس وبتبقى هيصه، يعني الصور ما عادش ليها اهميه قوي كده. بس الصور ساره دي مش متركبه يا استاذ هشام، حضرتك مصورها فعلا. طب بذمتك انت عايز انا امسح صور زي كده؟ انا شخصيا بعتبرها سوفونير. سوفونير؟ بيفكرك بايه؟ عارف بقى بيفكرنا احنا بايه؟ بقد ايه انت واطي. نوره يعني انت ما مسحتش الصور فعلا؟ ما مسحتهاش ومش همسحها. اه يا زباله يا واطي يا حقير. لم نفسك احسن لك. انا لم نفسي يا سافل، انا هوريك بقى مقامك. ايه ده؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ قولي له
قولوا له انت جاي هنا ليه وعايزاني عشان مين؟ ما تقول له مش هقول. لو حد فتح لي الموضوع ده تاني هتحصل مجزره. وقولي للي بعتاكي لو عايزه مني حاجه تكلمني هي، ما تبعتليش. هي مين دي؟ هم عارفين كويس انا بتكلم عن مين. الموضوع ده بخصوص ساره مش كده؟ يا اختي ما تريحيني بقى وتقولي لي هتهربيني ازاي؟ يا اختي هقول لك بس جسمي مرصرص من كتر البرد. وانا مالي يا اختي؟ وانا اللي قلت لك تعالي نقعد في الساقعه، مش انت اللي قلت لي تعالي نطلع فوق عشان ما حدش يشوفنا؟ يا بنت ما انا مش عايزاهم يشوفونا واحنا قاعدين مع بعض، عشان لما هربك ايه اللي هيقول ان انا هخزق له عينيه؟ يا اختي سيبك بقى وركزي معايا كده، هتهربيني ازاي؟ خلاص يا بت نويتي؟ نويتي؟ قال نويت قال. طب ده انا من ساعه ما حطيت رجلي هنا وانا عارفه كويس قوي اني ماشيه. ما انا ما فيش مكان كملت فيه. حتى في بيت ابويا كنت عارفه اني همشي، بس كنت هبله على نياتي. قال كنت مستنيه ابن الحلال اللي هياخدني ويمشيني من بيت ابويا. قال والوليه الهبله كانت عايزه تجوزني قتال قتل. طب ده كان بيعاكس اختي. هي مين دي يا بنت اللي كانت عايزه تجوزك؟ تحيه مرات ابويا. وانت يا اختي كنت عايزه تتجوزي مين؟ اتجوز اهو اي جدع بقى ابن حلال يستتني. عارفه يا بنتي يا زوزو الجدع القمر اللي اسمه الاستاذ طارق والمصحف ده، انت لو كنتي بنت ناس كنت هتليقوا على بعض ايه؟ ادي انت قلتيها، لو كنتي بنت ناس معلش بقى فرقت بنت. يا اختي ولا فرقت ولا حاجه. لا يا اختي فرقت السما من العمى، هو ابن ناس وانا بنت شوارع، شفتي بقى فرقت ازاي؟ عارفه يا بنتي يا زوزو انا مره اتفرجت على فيلم سيما اجنبي، كانت بتمثل فيه كده ممثله اسمها جونيا روبتس، حتة موسى يا زوزو عمري ما بنساها. عارفة يا بت الفيلم كان بيحكي عن ايه؟ فيلم ايه يا بت؟ وانت بتتفرجي على الافلام دي؟ طب بتفهميها ازاي؟ يا اختي ما بفهمهاش، ده انا اتفرجت عليه مع جدع اجنبي من الاجانب المقشفين اللي بينزلوا في البنسيون اللي انا بقعد فيه. وبعدين يا بت لقيته قاعد زهقان في اوضته، جبرت بخاطره وقلت اقعد معاه. عارفة يا بت الفيلم كان بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن ايه يا اختي؟ الممثلة دي يا بت كانت بتشتغل زي مشرفة؟ لا الشغلانة التانية. وربنا تاب عليها. طبعا ربنا تاب عليها يا اختي. شفتي يا بنت؟ عقبالك يا بنت يا احلاه. بس اللي خلاها تتوب جدع قمر يا لهوي على جماله، كان شبه كده الاستاذ طارق وكان غني غنى يا بنت مش قادره اقول لك. وراح لها البيت المعفن اللي كانت ساكنه فيه وفتح ايديه كده وادها ورد، مش قادره اقول لك على الحب والرومانسيه. وتفهمي كده يا بنت انهم هيتجوزوا. ما هو عشان كده يا اختي اللي انت بتحكيه دوت فيلم. ما هو اللي انت بتحكيه ده يا حبيبتي ما بيحصلش غير في الافلام، وتلاقي المقاشف اللي فرجك على الفيلم ده كان عايز يقول لك يعني انه ممكن يتجوز واحده زيك، زي ما البطل اتجوز البطله في الفيلم. يا بت ما الافلام دي بتاخد منين؟ ما هي من العيشه واللي عايشينها. يا بت ده فيلم واقعي. واقعي؟ ده فيلم زباله. يا اختي بيعشمونا ويوجعوا دماغنا بيه. قولي لي يا اختي سيبك من الافلام والروايات وقولي لي هتهربيني من هنا ازاي؟ طب يلا يا اختي عشان انا هموت من البرد، تعالي ننزل تحت وبعدين نبقى نكمل كلام. يا لهوي ننزل تحت؟ هو انت هتمشوريني من فوق لتحت كده كتير؟ طوب علينا يا رب.